أعرف إنسانا بعينه ذكر له أنه أصيب بمرض في كبده، مرض عضال، كان يجري عملية في مدينة الملك عبد الله تخصصي في مكة ومن عندنا من المدينة، فأجرى عملية جراحية، عملوا له فحوصات عامة، فقالوا له عندك مرض خطير في كبدك، والله إني لأعرفه وفي المجلس من يعرفه أيضا. فأظلمت الدنيا في عينه، خلاص قالوا له أنت يعني كلها كم شهر وتودع. فعاد إلى المدينة وأظلمت عليه الدنيا، خلاص ميت بعد فترة منتهي. فصار يلهج بدعائين، الدعاء الأول دعاء ذنون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والدعاء الثاني هذا الذي في الصحيحين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لمدة أسبوعين. هم كانوا أعطوه موعد يراجع بعد أسبوعين في قسم الأورام السرطانية في مدينة الملك عبد الله، فجلس أسبوعين وهو يلهج بهذا الدعاء. فلما ذهب والله الذي لا إله غيره أجر الفحوصات، وإذا ليس فيه بأس، ولو شئت لقلت لكم ذاك الرجل فلان. هذا الدعاء دعاء عظيم.